بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده مقدار، عالم الغيب والشهاده كريم تعالى، واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من ارسله ربه بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا، ففتح به الاعين العميا والاذان الصم وقلوب الوفا، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته والدعين بدعوته والعاملين بسنته باحسان الى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. اما بعد، اخواني في الله واخواني الله، قد استمعنا لتلاوه الشيخ في صلاه المغرب لسوره الفجر، والسوره تحتاج الى شرح تفصيلات ما لا يدرك كل ذلك. رب العباد تعالى في وسط الآيتين بمثابة التنبيه لكل حي، في وسط سياق الحديث عن يوم القيامة والانفطار جاءت هاتين الآيتين فيها كل العالم: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هذه الآيات تدفعنا دفعا لإعمال الفكر والعقل في هذا الجانب المذكور في الآية. ولما نقول يا أيها الإنسان، أنبئنا من المنادي؟ الله. ومن المنادى؟ النفس، اللسان. إذا كان رب العباد يناديك لتعرض على ذلك، لكن الناس لا يعظم المنادي إلا إذا عرف قدره. لو ناداك من تجهل حاله ما استجبته، ولو ناداك من علمت كرمه لدى البيت طمع في كرم، ولو ناداك عالم تعلم قدر علمه لاستجبت طمع في علمه، ولو ناداك صاحب ملك وجاء تطمع في مكانة عنده لدى البيت طمع في ندائه أو في معنى، أليس كذلك؟ فكيف بك إذا كان المنادي من جمعت له كل صفات الجلال والجمال والكمال؟ إذا يقينا وراء النداء الكمال كله، وراء النداء الجمال كله، لابد أن ندرك هذه المعاني. فرب العباد لا ينادي عباده عبثا، إنما ينادي عباده لخير أراده به، بل لعطاء لا حد له، لأن هذا سند رحمته وسعت كل شيء، كرمه بلا حدود، علمه بلا حدود، عطاؤه بلا حدود، كماله بلا حدود. لابد ان ندرك ان حرف النداء هذا كان يخدع قلوب الصحابه اذا سالوه، لانهم يعلم قدر المنادي. يا حرف النداء البعيد، مع أن المنادي هو القريب. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ومع قربه نادانا بياء الوعد ليعرفنا قدره ومكانته. إذا قال أهل العلم:
جاء بياء النداء الذي في البعد لبعد المكانة إلى المكان، وقريب من جد، لكن مكانته مكانة الرب، ومكانتنا مكانة العبد كما قال تعالى: وما منا إلا له مقام معلوم، مقام الوهية مقام الوهية مقام الوهية مقام الوهية. إذا قال يا بنا جاءت بها البعد لبعد المكانة إلى المكان، وإلا في المكان هو قريب منك، بل كما قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إيه حبل الوريد؟ الوريد الذي يوصل دم قلبك، هو أقرب لقلبك من الوريد الذي يوصل دم قلبك. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ما الذي يحرك حبل الوريد أصلا؟ هذا ما الذي يحرك القلب أصلا إلا هو؟ هل منا واحد له سلطان على القلب؟ له سلطان على اتباع الجاري في عروقه؟ سنأتي إلى تفصيل، لأن الآن تدفعنا في هذا الميدان الذي يا أيها الإنسان، أيها حرف التنبيه، أراد أن يذكرنا لطول غفلتنا. ولما نقول يا أيها تنبيه، انتبه، تذكر، تعرف على المنادي، تعرف ما وراء النداء. فرب العرش العظيم الذي لا يساوي الإنسان ذرة في ملك، أقول ذرة في ملك، أين الإنسان من الأرض؟ حد صفر، الشمال بس الكرة الأرضية، الكرة الأرضية في المجموعة الشمسية صفر، المجموعة الشمسية في المجرة صفر، المجرة في المجرات صفر، المجرات كلها في السماء شيء لا يذكر، السماء الأولى في السابعة شيء لا يذكر، السماوات السابعة في الكرسي شيء لا يذكر، الكرسي في العرش شيء لا يذكر. لذا جاء في الحديث عند أبي داود في سنة أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: مثل السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي كحلقة في الفم، والكرسي ما وضعه رب العباد تحت قدميه. احنا قال الآية: وسع كرسيه السماوات والأرض. ما كرسيه؟ ما وضع تحت قدميه. وسع السماوات والأرض، نعم. والنبي يشبه هذه الساعة فيقول: مثل السماوات السبع الضخمة جدا بالنسبة لنا شيء مهول، شيء مهول جدا. السماء شيء مهول، فكيف بالسبعة؟ دي أصغر نقطة حلوين. سماؤنا الدنيا باسم السبعة كحجم الأرض باسم السبع الدنيا. ومع ذلك بين أن السماء السبع كان لها كرة صغيرة تحت العرش، تحت كرسي. فقال: وسع كرسي السماء الأرض. والنبي يوضح هذه الساعة فيقول: مثل السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي كحلقة في الفلاة. وضعنا خاتم في صحراء افريقيا، كم يساوي؟ السماوات السبع كل ما فيها من فيها بالنسبه للكرسي حلقه في الفلاة. قال: والكرسي في العرش حلقة في الفلاة. فأين نحن من رب العرش؟ اللي بيحمل هذا العرش، اللي بيدير هذا الكون، اللي السماوات والأرض ذرة منه، ذرة منه، بقاءها وإهلاكها مسألة ما أهون عليه، والذي أدارها بأمر منه، ويديها بكلمة منه، بكلمة كن فيكون. تكبس ندرك، بل يبين تعالى هذا ما نحن نقول: وما قدر الله حق قدره، ما عرف قدر هناك. والأرض جميعا قبضت يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمين. يعني النبي يوضح هذا المعنى، يقول: تجمع الأرض يوم القيامة، الأرض لا أين، وتطوى السماوات السبع بكاملها أيوة في يمين الرحمن، فتصبح كالخردلة في كف أحدكم. السماوات السبع والأرضين السبع في كف الرحمن كالخردلة في كف أحد. أين الإنسان من رب العرش؟
شيء لا يذكر. تخيل أن رب العالمين رب العرش العظيم يتجلى من علياء من فوق عرشه وسماواته ليخاطب مخلوق مثلنا لا يساوي ذرة في الملك. أي فضل وأي شرف للإنسان أعظم من نداء الله له، من نداء الله له، من أنت حتى يناديك يخصك رب العالمين بالنداء، بالنداء يا يعرف مكانك عنده ومكانته التي يلزمك أن تعرفها حتى تقدر لنداء الله قدر. ذلك الصحابة لما كان يسمع النداء دي يرتبك ترتعد في رأسه. يقول الدرار الأزرق كان علي بن طالب إذا توضأ للصلاة ترتعد في رأسه. فقلت يا إمام لما هذا الوجه؟ قال ويحك أما تدري بين يدي من سأخف الساحة؟ بين يدي من سأخف؟ فما بالك لما يناديك؟ أي شرف لنا أفضل من ذلك له؟ سنقول يا أيوه. وجاء بعيك بكل التنبيه حتى انتبه الغافل وثيق التائه ويعرف من ينادي. ثم خص نداءه لا بعموم البشرية. قال يا الإنسان والنداءات على يعني البشرية على صورته. قد يأتي النداء عنك هذا يا الإنسان يا الناس يا بني آدم. وغالبا هذا لن أنت إلا في العقائد والتصورات في تصحيح مسيرة الإنسان وبيان جوانب الجهل جدا والتصحيح. لكن إذا أراد أن يعني يقربه من نداه بنداء المحبة يا أيها الذين آمنوا. فلا ينادى المؤمنين إلا بما يكلفهم. فالنداء للمؤمن نداء حبيب لمن أحب فيوجه لأحب شيء إليه أقول له. لكن ذلك عام لكل بشر. ثم يقول يا أبا الإنسان وما سمي الإنسان إنسانا إلا لكثرة انسيانه. طبيعة فيما عجب جدا ننسى أننا عبيد لرب العباد. ولو أي أحد مستغنى نفسه كم مرة تذكر ربه؟ للآقف بين يديه وجاء يصلي له وهو بين يديه يذكر كل شيء إلا ما ليس كمثله شيء. إلا ما ليس كمثله شيء. اللي جاء يصلي له أصلا كل هموم وأحزان ودنيا وبلايا يذكرها في صلاته. هو ذا الإنسان. لذا يقول يا الإنسان ثم يوجه للجانب الذي أردت توجيه له. قال ما غربك ربك الكريم؟ إيه تصورك عنه؟ الأمر فرع التصور الذي لا تصور لله كيف أعمله؟ كيف أطيعه؟ كيف أخشاه؟ لذا يقول ما غربك إلا حملك على أن تغتر بالله فلا تلتفت إليه ولا تنتبه له. تذكر كل شيء إلا هو مع أنه كل شيء فيك منه. في نعمة عندنا ليست منه. طيب لو ملك من الملوك والأمير من الأمراء ورئيس الوزراء أغدق عليك بنعمة احترمك ليك بشكل شكله ددك نعمة من نعم الله التي أعطاها له. تهاب وتوقر وتبكر ولا تفعل ذلك مع من أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة لا تعد ولا تحصى. ما الذي ما الذي أصابنا؟ ما الذي غرنا؟ كارثة كبيرة. ذلك الآن توجه لأن ظنوننا في الله سيئة أو عاجزة أو قاصرة أو ضالة وشاردة. إذا كنت في موضوع آخر
فما ظنكم برب العالمين؟ ليراجع كل من نفسه، ما ظننا بربه؟ ايه تصورنا عنه؟ كل واحد راجع نفسه، ما ظنك بربك؟ ها؟ ما غرك بربك؟ راجع نفسك. السؤال لتحريك القلوب، لتوجيه العقول. ما غرك بربك الكريم؟ فما ظنك برب العالمين؟ اقول في ثالثه، ما لكم؟ ان كرهت، ما الذي اصابكم؟ ما الذي جرى لكم؟ ما الذي حل بكم؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ وقد خلقكم اطوارا، قد خلقكم اطوارا، ماذا كنت؟ والى اي شيء صرت؟ تذكر تاريخك، تاريخ حياتك المحدود، وحياته المحدوده والمفتوحه، يقين المحدود. بدات بالولاده، متى ولدت؟ احسبها. ها، واحد يقول لك من 50 سنه، من 20 سنه. طب هذه السنين في عمر الزمان سنين. ها، كم عاش من خلق قبلك؟ ملايين. ملايين، اين هم الان؟ رحموا وقبلوا، بل وتحللوا. هل زدت عن كونك واحد من هذه السلسلة؟ ها، لك أطول، أتنتهي. نطفة، مضغة، علقة، مضغة، نطفة، علقة، مضغة، عظام، كسر العظام نحن سنتهي كلها تفصيلا. الحقيقة الأمر رب العباد يلفت إليه مرات، مرة يقول قد خلقت أطوارا، وهنا يقول ما غرك بربك كريم، ويرد من هذا الأصل يقول الذي خلقك فسواك فعدلك، وفي قراءة فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك، ليلفت انتباهنا لأصل خلقه. قبل 100 عام كان منا واحد حي؟ ها؟ حد منا كان حي؟ حد فيكم عدى 100؟ طيب، بعد 100 عام هل يبقى منا أحد من حي؟ سلامات. ها؟ صح. من نحن؟ مخلوق وجد في مرحلة من الزمان فقط. لذا يقول حسن مصر، فأنت أنفاس. الإنسان عبارة عن أنفاس سعاد، إذا انقضى بعضها انقضى بعضك. حياتك بكاملها أنفاس، أجل محدود. إذا انقضى بعض الأنفاس انقضى بعضك. وفي الحديث الصحيح، حديث ابن مسعود البخاري، قال قال الصادق المصدوق، هذا المقصود. لم يقل قال الصادق، قال قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ليجمعن احدكم في رحم امه 40 يوما من نطفه، ثم علق مثل ذلك، ثم مضغه مثل ذلك، ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح ويكتب. اول ما يكتب ايه؟ الاجل. ايه الاجل؟ العمر. العمر اللي احنا بنحتفل به كل سنه وفرحانين، نولع الشموع ونطفئ الشموع وببارز الدجون، واحد ما شاء الله ما يصل. لا، الاجل المكتوب مكتوب بالانفاس، ولن لا كم نفس لك؟ اذا انتهى الاجل عند شهيق ما استطعت بعده زفير. مش بالسنين، بالانفاس. ليه كم نفس؟ وصلت؟ يختم الأجل. في إنسان فينا يستأخر عن نفسه نفس؟ نفس واحد. قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون. خلاص انتهت. النفس المحدد
لا يتقدم ولا يتأخر، لن تموت قبله ولن تحيا بعده. انت فاس. فالإنسان فاس، حياتك فاس، انقضى بعضها انقضى بعضها، وكلما انقضى بعضها دنوت من أجلك. مضى عام دنوت من أجل عام، مضى 20 عام اقتربنا من أجل 20 عام. وصلت القضية. لذا يقول الذي خلقك خلقنا من ايه؟ يقول جبن. يقول نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون. انت رجل مثل مين؟ شفت بيك؟ عبارة عن ايه؟ سائل. السائل سيد ده، ده جيوش درار، جيوش درار خلقها الله لك، لك أيوه. العلماء قدروا قالوا الدفعة الواحدة، الإنزال الواحد الرجل، كم حيوان منه تحتوي؟ 200 مليون حيوان منوي. ما شاء الله. هاتولي أقوى جيش على وجه الأرض، عدده كم؟ أنت أقوى جيش على وجه الأرض؟ 100 ألف. دول 200 مليون، كل دول جنود، ومش جنود عاديين، ده متدربين على أرقى مستوى. كلهم مش جنود عادي، استشهادي، مبايع على الشهادة. الله فداء لك. هنشوف 200 مليون جندي هينزلوا معاك. الإنسان بيتكون من كام؟ من واحد. واحد من 200 مليون في دفعة واحدة. خلي بالك. طب الجيش يقول ليه؟ عشان تعمل لك حفلة. حفلة بس لا. ده حفلة وزفة وحراسات وحمايات وتضحيات كل ما شئت. هذا الكم الكبير لحظة خروجه بيطلع من فين؟ من صلب الرجل. مكان تكوني الصلب العمود الفقري من نخاعك، وعند المرأة من التراقب الثدي، ها؟ من بين الصلب والترائب. خلي بالك الجيش ده لحظة ما ربنا يأذن لرجل معاشرة المرأة يبدأ الإنزال. رب العباد يصفه فيقول من ماء دافق. يعني دافق ايه معنى دافق؟ متدفق. متدفق؟ لا، قوي جدا، سريع جدا جدا جدا. الماء المتدفق زي ما الناطق كده، لو نازل سيول تلاقي نازل دافق كميات كبيره ضخمه وسريعه جدا. تخيل العلماء حاولوا كم سرعه المني وقت القذف؟ حسب حجم المني على المسافة اللي بيقطعها والمدة اللي بيقطعها فيها. طلعت سرعة المني كام؟ 100 ألف سرعة الصاروخ. لا إله إلا الله. ده معنى دافق. احنا في البطاطا. الجيش كله راح فين؟ متوجها. ولذلك لحظة خروجه جيش يتحرك. الإنسان بيتهز بحاله لحظة الإنزال، تلاقي الرجل جسمه كله من رأسه لإخمص قدمه يهتز. ليه؟ الجسم يتحول لقاعدة صواريخ، والصواريخ الطالعة
200 مليون. 200 مليون. أنا بحكي الكلام ده ليه خلنا؟ لأن جهلنا بهذه الحقائق جعلنا نجهل قدر الخالق. 200 مليون مخلوق خارج في سرعة تفوق الصواريخ متوجهة لفين؟ لهدف محدد. زفتك لخلقك عروس وزف على أعلى مستوى، مش عربيات ماشية بتزمر وتاتي وتعطل المواصلات، لا لا. 200 مليون صاروخ موجه، كل هذا الكم يتجه من الرجل لرحم المرأة. الرحم فتحته ضيقة جدا، وسيلة الدخول مهبل المرأة عزل المرأة، فتحت المهبل أوسع من الرحم. لماذا لم ينزل بنين خارج؟ الأطباء حاولوا. 200 مليون لا يتجهوا إلا للفتحة الضيقة ويختلقوا ويدخلوا. الأطباء لما حاولوا قالوا لا لا، ده في حاجة مع الإنسان يحاول، طب بره الحيرة في إيه؟ قال لا، ده في الرحم جاذبية للمني. كل الجيوش دي تتجه للداخل بسرعة رهيبة جدا. كل سرعة صاروخ ما بيروحوش يمين وشمال، صحيح في ضحايا في الطريق ماشي، وقت يحصل ضحايا، جيش ضخم 200 مليون لازم يحصل ضحايا. لحظة دخوله من الرحم، الرحم شكله ايه؟ الصاروخ اللي ماشي في اتجاه اي صاروخ يسموه الكروش اللي يمشي على عيد العربية، لكن في صاروخ كوشي زي الهوا كده. الصاروخ الكوشي عندنا ما ينفعش يمشي على طول، واللي ماشي على طول ما ينفعش يبقى كوشي، دي كانت انسان. لكن رب الإنسان هذه الصاروخ الموجهة إذا وصلت لداخل الرحم، الرحم على شكل كوشي تتحول من صاروخ موجه لصاروخ دائري يلف داخل الرحم. 200 مليون أيضا يبحثوا عن الموعد، بلد المرأة داخل أينما وجدوها كل الجيوش تتوجه توجيه رباني عجيب لنقطة واحدة في البويضة لا تخطئها. بويضة المرأة تشبه بويضة الفرخة، فتلاقي تجد لها منطقة مسننة مدببة شديدة الصلابة. جماعة البلد أهل البلد يقول لك لو جبت البيضة وجعلتها على ظهرها وجعلت هذا الجسم مدبب أعلاها وداس عليها الجمل ليكسرها من شدة الصلابة دي. ضعف البيضة فين؟ في المؤخرة، القشرة الجزء العريض الخلفي. كل البويضات التلقيح بيتم في الخلف مش أمامها. تخيل 200 مليون دول يتجهوا للبويضة في هذه النقطة اللي في الخلف. أنت نفسك لو سلقت البيضة لكي تميزها ملقحة أو غير ملقحة، إذا سلقتها في الماء ساعة ما ترفع القشرة، إن وجدت بين القشرة في مؤخرتها وجسم البيضة فراغ يبقى البيضة دي ملقحة، لم تجد فراغ يبقى ما في تلقيح. الفراغ ده كله ملأه بإيه؟ بال 200 مليون. وصلت؟ إخواننا ندرك كل يتجه لنقطة واحدة. طب الميل بيعمل إيه؟ يتحول لاستشهاديين. قشرة البيضة سميكة، يبدأ الكل يخترق، ملايين يموت، لكن ما منهم واحد إلا ويخلق جزء صغير جدا 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 جدا، واللي بعده يجيب حتة صغيرة، واللي بعده واللي بعده، حتى يفتح فتحة في البيضة، قشرة البيضة، يمر منها من أراد الله خلقه. مر تم التلقيح، لحظة مروري وحدوث التلقيح تجد أمر عجيب جدا. كل الجيوش المنفعلة السريعة دي القوية تهدأ، والبيضة تأخذهم بالكامل خلفها وتجر الرحم، ثم تأتي على نقطة معينة في الرحم لا تخطئها، بدل ما بتلف بوشها لا ترجع ليوس
للخلف فتلتصق بجدار الرحم. الملايين الموجودة دي تتحول لمادة صبغية تلزق البيضة في الرحم. وفي هذا يقول تعالى من ماء من لا لا من ماء لازم. ايه اللازم؟ اللازم اللازم واللزوجة انت ابتديتها في المي لو سكت. هذه اللزوجة تتحول لمادة قوية جدا لزجة جدا تجعل الرحم يمسك في البيضة ولا تفلت. الرحم يغيظ الإنسان لو أفلتت البيضة من الرحم مات الإنسان مات كله. مات الإنسان. إذا ندرك فالعجيب الفتحة التي فتحت ومر منها المخلوق ده تأتي على فتحة في جدار الرحم لا تعلوها لا تغلب تنزل. لو جاءت عليها الرحم مش هيفتح أسفلها لا يفتح. تأتي على بوابة موجودة في جدار الرحم لحظة اكتشافها والتصاقها الباب تفتح على هذه الفتحة فيمر لهذا المخلوق الجديد كل ما يحتاج إليه من غذاء من هواء. من الذي يوجه البيض هذا التوجيه؟ أبوك أمك أنت أم رب العالمين؟ أم رب العالمين؟ إذا اكتشف البيضة وتم التلقيح خلاص البيضة بعد فترة النزولة بتروح. لكن قبل ما تروح يكون رب العباد عمل لك خرطوم يصل ما بين الرحم وما بين البيضة اللي يسمى بعد كده الحب الصوفي. ويبدأ الجسم الإنسان يتحرك داخل الرحم وبراحته والحب الصوفي المتصل يمرر له كل ما احتاج إليه. طب بدايته نطفة منية وبعدين مع التصاق البيضة تحول لعلقة لمضغة لعظام. وفي هذا يقول تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. من طين أيوه. من أين جاء المني؟ من طين. حوله الله لشجر وثمر وحب وشتك الكلب. في داخلك تحول هذا الحب لمني. من الذي حوله؟ الخلق جميعا يستطيع ان ياخذ من ثمار الدنيا وحبوبها. حيوان من واحد؟ واحد مش 200 مليون. واحد يا اخوان نفتح. من الذي حول من سلاله من طين وتعجب طين يتحول لاجمل الثمر لاجمل الشجر كما قال تعالى والله أنبتكم من الأرض نبات فسمى إنبات. إنبات ولذا يقول فلينظر سبع طعام أنا صبرنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلة وفاكهة مهبة متاعا لكم والأنعام. هتاكل لحوم برضه منشأها الأرض. ندرك كيف رتب الله كل هذه الأدوار حتى جعل منك إنسان. بدأ بمني ضعيف كما قال تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين ضعيف فجعلناه نطفة في قرار مكين. الله حولناه داخل الرحم. الرحم ده أأمن مكان في الحياة رغم انه مظلم جدا في ظلمات ثلاث ظلمه الرحم والمشيم والبطن لكن امن مكان في قرار مكين. رب العباد يجعل الدماء تحيط بالرحم تتجلط تصل لمرحله من الصلابه فوق الاسفلت الف مره. المراه تضربها في بطنها الجدار ده
يمتص اي صدمات اقوى من اي صدام في اي عربيه في اي شيء. قرار مكين محفوظ مصان. من فعل هذا؟ أإله مع الله؟ يا اخوانا نفهم. أنا أسوق هذا المعنى لأن هذه مواضع ما لم نتعلمها سنغترب ربنا. والآية تؤدي لهذا المعنى. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فعدلك بل تعجب. ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار ثم خلقنا النطفة البويضة مع المني تحول نطفة حتة لحم. طب الحيوان المني بتحول زي اللحم ها وبيضة المرأة زي عبارة عن صفارة وحبة بلح حواليه تشبه بيضة الفرح بلازم. كيف تحول هذا النطفة لحم لحم البيض يبقى لحم والمني يبقى لحم نطفة علقة مضغة عظام من دون أي قال ثم كسونا العظام لحم يبقى عم الأطباء حاروا. طب قال لي الكون الأول اللحم ولا العظم؟ ها؟ سلامات عظام سلامات لحم عظم لحم ده الكلام اللي بيدرس في كل كلية الطب ان الانسان كتلة لحم بعدين يتكون العظم داخل اللحم لا الثابت غير هذا النطفة والعلقة النطفة دي تكون اصول جسمك العظام لكن تكون عظام رخوة تشبه اللحم. الإنسان فكر اللحم ثم تكسى باللحم يبقى اللحم متأخر عظام مش العكس بل يحضر موقف طريق. كان أستاذ كل الطب في منطقة وعمل البحث فأخذت المضغة وبدأت تحلل مكوناتها هي شكلها شكل لحم. لما حللت مكوناتها وجدتها بالكامل مكونات العظم للحم فالولية طالعة فرحانة بقى اكتشفت اكتشاف علمي لم تسبق إليه البشرية وعمال تقول يعني ايه يا اخوانا انا اكتشفت ان الانسان يتكون من عظام اولا ثم يكسى اللحم بعدين وطالعة بقى نتيجة البحث العلمي والاختراع والاكتشاف. أم لا شاب باكستاني مسلم قال لها وليه الكلام ده موجود عندنا في القرآن؟ قالت له فين؟ قال لها في قوله تعالى ثم كسوا العظام لحم. قالت له العرب المتخلفين دول عندهم الكلام ده؟ قال لها الكتاب وريني ترجمة. قرأت كل الترجمات اللي وجدتها أمامها فأسلمت قالت لا أعرف هذا إلا ربنا. ثم كسونا العظام لحم بعدين قال ثم انشأناه خلقا اخر. خلي بالك هنخفض هذا اقول رحم الله عمر لما نزلت هذه الايه املاها النبي العمر وكان كتبت الوحي فاملاه الله عز وجل ولقد خلق الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه ثم خلق طين ثم خلقنا نطفه علقه فخلقنا علاقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشانا خلقا اخر. النبي ابن عمر هذا قدر الخيال ثم جاء الوحي جبريل فخذته سنة الوحي سيدنا عمر اعاد قراءه الايه فقال عبارة عجيبة لما فزع عن قلب النبي صلى الله عليه وسلم الوحي قال يا عمر ماذا كتبت؟ قال رسول الله كتبت قول الله تعالى وقد خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا علقة فخلقنا نطفة عظاما
فكسرنا العظام اللحمة ثم أنشأنا الخلق الآخر. وعند ذلك أخذت كسرة الوحي فأعدت تلاوة الآية فقلت في نفسي فتبارك الله أحسن الخالقين. قال يا عمر اكتبها فهكذا نزلت. الله أكبر. يقول ابن سيوطي وهذه من موافقة أمر القرآن بل جمع له 16 موضعا كان ينطق بالمعنى قبل أن ينزل من القرآن. هذه منها فتبارك الله أحسن. أنا وقفت أمام الآية حقيقة حيرانية. حتى المضغة الكلام ده متصور ممكن لو جبنا مليم والجماعة الأطباء عملوا في عمود جابوا المليم وحطوه مع البيضة فتحول لنطفة لعلقة لمضغة لعظام بس وقف ما تكون إنسان. ده عنك كذيب الادعاء الأليان العلم يقول لك ده إنسان الأنبي. أنبي يعني أنت خلقت في الأنبوبة؟ لا هم نقلوا مرحلة من الرحم في الأنبوبة هيأوا في الأنبوبة جو كجو الرحم وضع المني مع النطفة فتكون مضغة علقة عظام وبعدين ردوه في رحم المرأة مرة ثانية حتى تنفخ فيه الروح. الروح لا تنفخ في الأنبوبة ولم يكن إنسان. وصل معنا؟ لكن في الرحم هيئ الله الأرحام لحمل الإنسان ولم يهيئها غيرها. الشاهد إخواني إن دي مراحل ممكن تتتابع. العجيب بعد ما صار يعني مضغة كيف تحول لهذا المخلوق العجيب؟ كيف تحولت المضغة حبة العظام واللحم المحتوية دي لكل أعضاء الإنسان؟ سمع، بصر، أنف، لسان، قلب، كبد، طحال، بنكرياس، أمعاء غليظة ورفيعة، شرايين تملأ جسمه. ده المتفكر فيها يقف حائر يقينا. لذا جاء التعبير قال ثم لم يعطف هنا الفاعل. قال ثم ايه؟ انشأناه. طب البداية ما كانش انشأ؟ وكأن هنا انشأ جديدة لا علاقة لها بما قبلها. ثم انشأناه خلقا اخر مختلف تماما عن ماذا؟ خلق آخر. إزاي أوجد من عظام اللحم دي عضلة تسمى القلب؟ هتلاقي مسكت قلب أي مخلوق تلاقي القلب مختلف لحمه عن بخيل اللحم. لو أمسكت الكبد هتلاقيه مختلف. لو أمسكت الرئتين هتلاقيه مختلفة. لو أمسكت البنكرياس هتلاقيه مختلف. لو أمسكت الكلى مختلفة في طعمها ولونها وشكلها ومهامها. لو أمسكت العين مختلفة، لو أمسكت الجزء مختلفة. كيف أنشأ كل هذه الطاقات والجوارح؟ ثم أنشأناه خلقا. وكأن هنا بدء خلق مختلف عن الخلق السابق. خلقا سمى خلقا آخر. حدث مختلف خالص. خالص. من يستطيع أن يحول المضغة لكل هذه الجوارح؟ بل النظام الدقيق الرهيب اللي جعله في جسم الإنسان حتى لا تكاد ترى في آية في الكون إلا ولا في جسمك مثيل. وإن كنت صغيرا لكن الله جمع فيك الكون كله. صغيرا في حجمك متقنا في خلقك. اتقني حي العقول. القلب عضلة لا تزيد عن حجم الكف. عضلة. عضلة. خلي بالك. بتعمل ايه؟ هتقول لي بتضخ الدم. سلامات. ده دي مهمة من مئات المهام لها.
طب نتكلم في الدم، بتضخ الدم في قد ايه؟ من ساعة كام؟ في الشريط والأولى بتضخ وتسحب. داخلك دولة كاملة عشان نعمل مدينة، عايزين كم شبكة؟ شبكة طرق، شبكة صرف صحي، شبكة مياه، شبكة كهرباء، شبكة غاز. ايه رأيك ان العروق بتاعتك دي جمع الله في كل الشبكات؟ العروق عبارة عن موسيقى زي موسيقى الصرف وموسيقى المرأة، ومنها الضخم ومنها الصغير جدا 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 اللي لا تراه عينك، اللي بيصل لكل خلية في جسمك، كل خلية في جسمك حية بوصول الدماء إليه. خلي بالك مش صعب، أنا عارف موضوع تشريح طبي بحت، لكن الآية بتحدث عن خلق، مضطرين نتحدث عن هذا ونخرج عن دائرة ما اعتدنا في الدروس الشرعية. طيب لو نظرت فأستغرب إليها وشفت شرايينك تعجب، تجد غابة من الشرايين، غابة ضخمة جدا جدا. العلماء قدموا أنا لو بسطناها كلها وعملناها في شريان واحد، الكبير ثم الصغير ثم الصغير ثم الأصغر، كم يصل طول شرايين الإنسان؟ مرتين ونصف كرة، ست مرات. يلف الكرة شريانة اللي في داخلك قدك إنسان واحد، تلف الكرة الأرضية ست مرات. لا إله إلا الله. تخيل إن العضلة الصغيرة دي بتضخ الدماء في المسافة دي كلها وتسحبها في الدقيقة الواحدة 90 مرة. 90 مرة. يعني في الثانية مرة ونص. رايح عليه. كم قوة عضلة القلب؟ هاتولي أعظم موتور في على وجه الأرض يضخ مية. يوصل مسافة كام؟ ها؟ ويشتغل كم سنة؟ من يوم ولدتكم إلى الآن القلب ده شغال، ما بيقفش، أنت بتنام. هو لا نام. أنت نائم والليل كله يعمل شغال. ما بياخدش ريست. طب بريك راحة، لو وقف ثانية لموت. ما الذي يحرك عضلة القلب؟ خلية واحدة داخل القلب. لا يزيد حجمها عن رأس الدبوس. قلنا الأطباء بيسموها البي ام ميكر أو البي ام ار يختصروها. خلية في حجم الدبوس تدير الموتور الضخم ده اللي شغال 24 ساعة في 24 ساعة، يضخ في الدقيقة الواحدة 90 ضخة. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. نيجي بقى على الشبكات. الدماء اللي بتضخ دي عباره ايه؟ انت عندنا كلها دم احمر، لكن الدم ده ملك، ملك. هتلاقي كرات دم حمراء، كرات دم بيضاء، هتلاقي كل انواع حاجات الانسان من عناصر موجوده، هتلاقي الحديد والبوتاسيوم وغير كل موجود في الدم. في الدم كرات الدم الحمراء عددها كام؟ ها؟ حد من الأطباء الحاضرين عدد كرات الدم الحمراء اللي في الإنسان كام؟ ملايين، كلها شغالة، رايحة جاية، رايحة جاية، ما بتتفسحش، ما بتاخدش أجازة وريست، رايحة جاية فين؟ ده رايحة بمهام وراجعة بمهام. رايحة محمد بإيه؟ بحاجات كل خلية، كل
كل كرة دم حمراء مرسوم لها طريقها من أين تبدأ وفيما تنتهي، ولها عمر افتراضي. الضخ السريع ده مش عايز كرات دم حمراء عجوزة ولا كحكوحة ولا الهنان في السكة، هتقف المواسير تماما، تغلق أي سنة تقفلها، هتموت، يحصل لك جلطة تموت. البنكرياس لا يزيد عن حجم الكف، أربع أصابع كان مش كف، كان القلب كان كف، البنكرياس أدى الأربع أصابع بس مقفولة. يحوي أربع مصانع، منهم مركز مسؤول عن تنظيم حركة الدماء الحمراء، كرة الدم الحمراء في الجسم كله. ما في كرة دم حمراء يزيد عمرها عن 120 يوم. اللي ينتهى عمرها فورا تصدر غبار، متى انتهى عمرها تخترق، يسمح لها تخترق جدار الشريان وتطلع بره. بقت زبالة، اتدفنت خلاص، ماتت. حتى هذه الموتة الدماء وراها لغاية ما تزيد الفضلات، تعمل لها عملية ايه؟ زي الناس بتعمل دلوقتي، يقول لك نعمل الفضلات ايه؟ إعادة إحلال، نستفيد بيه تدوير. الجسم بينظف أول بأول هذه الزبالة. الشاهد يا إخوان، كرات الدم الحمراء هذه تحمل أقوى الشبكات في الجسم، المسؤولة عن توصيل الغذاء لكل خلية في جسمك، المسؤولة عن توصيل الأكسجين لكل خلية في جسمك، المسؤولة عن إتمام دورة الحياة في كل خلية، عملية تمثيل الدورة بتتم. شبكة تحمل كل الشبكات، شبكة الغذاء، شبكة الهواء، شبكة الفضلات والمجاري، كل ده في العروق شغال. واحد في حركة دقيقة عجيبة منتظمة لا تتوقف ثانية، لا تتوقف ثانية، لو توقف القلب يحصل ثاني سنة انتهى حياتك، مرور بحياة قلبك. مين اللي بحرك ينظم الحركة دي كلها؟ القلب، وبيوجهك انت تحمل الغذاء ده للخلية دي. مفيش قطرة دم أو كرة دم تخطئ طريقها وتروح لخلية غير خلية. الجسم كله أي والله، أي والله، اللي رايح العين محملة بغذاء يصلح للعين، ما ينفعش الأذن. لو أخذت راحة الأذن هتشوف الأذن وسام طيبين. تنظيم عجيب، لو أمسكنا أي دولة في العالم بهذا الكم الكبير من المخلوقات يقين أنها تسقط، لكن القلب كيف يدير حركة الدماء واحدة واحدة. كل نقطة دم من دول عشان تخرج من القلب لها باب مخصوص، والباب ده عليه قفل ومعاه مفتاح، هتطلع وترجع مش هتدخل من غيره. طب لو كرة الدم أخطأت الطريق مش هتعرف تدخل القلب. والكلام ده ثبت علميا، قالوا بالفعل إن على القلب أبواب، وكل باب له قفل، وكل قفل له مفتاح تحمله كرة الدم معينة. إن عادت واللسان مضطرب تلاقي كرات الدم الحمراء لا تصل لأبوابها المخصصة لها، يحصل لك اضطراب تلاقي الدم يتجمع قدام الشريان، ينتفخ الشريان، يحصل لك ضغط دم، يرتفع ضغط الدم، دماغك تولع، لا تنتظم حركة الدماء في الجسم. وفي هذا يقول تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. سماها إيه؟ أقفال، ولها مفاتيح، والدخول والخروج بحساب دقيق جدا 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 جدا، لا يخطئ القلب في حركة أي جندي من ملايين الجنود تتحرك في جسمك. يبقى القلب ده عاقل ولا مغفل؟ ولا عايز مخ يديره؟ ها؟
فيه أعقل من القلب؟ المخ نفسه اللي بيدير القلب، اللي بيوجه الدماغ للمخ ومحملة بكل حاجات المخ، خلية خلية القلب. يبقى العقل فين؟ في مخك ولا في قلبك؟ البشريه الان تائهه. عقل الانسان فين؟ فريق يقول في مخه وفريق يقول في قلبه، مش كده ولا ايه؟ ولا اتفقنا؟ لم تتفق البشريه بعد، نسال الله العافيه. القران نصص ان موضع العقل الحقيقي باسمك القلب، مش كده؟ قال تعالى: افمن يسير في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. العين ترى، لكن من الذي يميز المرئي؟ القلب. الاذن تسمع، من الذي يعلم السموع؟ الاذن. ابدا، الاذن سمع بالمره كده فقط، فتح بالمره، لكن الوعي القلب. لذا لما قال تعالى: وتعيها اذن واعيه، كل المفسرين قالوا القلوب الواعيه، لانها موضع الوعي وليست الاذن. واضح؟ وذلك في انسان ممكن يسمع والكلام لا اثر له لان في اذنه صمم. قال تعالى: هم يستمعون اليك افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. يسمع لكن في صمم في اذنه، المعلومات تقف عند الاذن لا تدخل القلب. كيف اعقل؟ رغم انه سمع، ما سمع، الاستمع يعني اعطى الاذن كمال فعلها، كمال السمع. الاستماع فوق السمع. ومنهم من يستمعون اليك افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر اليك افانت تهدي العمي ولو كان يبصر. رغم انه نظر ونظر قوي جدا وحد جدا ستة ستة شهر وشايف، لكن لا يتصور ما يرى للحاجز الذي بين عين القلب. شيء عجيب. اذا ندرك كل هذا فينا، ايوه فيه وغيره. معدتك عباره عن ايه؟ ها؟ رأيت ذبيحة؟ ها؟ شفت حاجة اسمها الكرشة؟ الكرشة اللي معاها عبارة عن ايه؟ جلدة وفيها شعرات من جوه. الجلدة دي ها؟ كم هضمت في عمرك؟ نحسب هضمت كم عيش؟ ما تحسبش الجيل. ليه؟ انت في الوجبه تقول لك كم خف لحم؟ ثلاثه اربعه دخلت لك ربع مسكين. ها؟ يبقى في الشهر كام؟ في عمرك في السنه كام؟ في عمر كام؟ هتلاقي نفسك اكلت زريبه عجول. زريبه. مش كده ولا ايه؟ طيب ده من اللحم بس. كم مزرعه فراخ هضمت؟ ما تحسبش الفرخ. بالمزارع. كم مزرعة سمك هضمت؟ كم مزرعة فاكهة هضمت؟ كم مزرعة حبوب هضمت؟ كم هكتار؟ كم فدان؟ يا كل ده بجلد. ما هي الطاقة التي تجعل المعدة تهضم كل هذا الكم ولا تعجز؟ ولا تتوقف شغال وانت بتبلع ويبلع. وشيء عجيب لما بتهضم الاكل بتحول ايه؟ الفاكهه اللي انت بتشوفها دي الجميله الحلوه برتقال وتفاح وانت بتاكل جميل، او تدخل بقى تحول ايه؟ لمواد معكوكه كده وحالتها حاله. ها؟ تراها إذا تقيأت. لما تتقيأ بتطلع إيه؟ أكلت تفاح بتطلع تفاح؟ عصارة. أكلت عنب بتطلع عنب؟ سلامات.
سلامات. مش كده ليه؟ اللي انت بتطلع له ايه؟ مادة جديدة مختلفة تماما عن كل ما اكلت. المادة دي هل يستطيع مخلوق ان يعيدها لاصلها؟ المعنى ده القرآن ذكره وتحدى به الخلق. ما ذكرش مع الانسان، ذكر مع الذباب. الله يفتح عليك. قال تعالى: يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. ماشي، اسمعوا واستمعوا. ان الذين تدعون من دون الله كل قوى الارض الساسه والساده والعلماء والقدر كلهم لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هل كل قدرات الكره الارضيه يعرفوا يخلقوا ذباب واحد؟ كم ذباب على الارض؟ مليارات. تحدانا طن واحد، هل تستطيع البشريه المجتمعه خلق ذبابه؟ نعرف نستطيع، نملك امكانياتنا العلميه والعقليه والماديه تسمح لنا بخلق ذبابه واحده بس، واحده بس. طيب لما عجز الناس نزل معهم التحدي، قال: وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه. يعني يسلبهم؟ السلب يا اخواني الاخذ بالقوه والقهر. يعني الذبابه تقهرنا؟ اي والله. لو جاءت تعتدي على طعامك، امامك سكر وجاءت حتى نفسها تسمع السكر، اخذت السكر تستطيع تخليصه؟ ربنا تحدانا بهذا. قال: وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه. ممكن يطلع واحد حمار. لا بقى بلا استغفر الله العظيم، احنا بنذنب في حق الحمار. الحمار لا يفعل هذا. ما ادرك الحمار كما قالت حالة عليهم الا كالانام بل هم اضل. يجي مخبول في الباب يقول لك: اه هضربها واخد السكر. سلامات. وهل تمكنك من هذا؟ رب العباد سمى اخذها سلم. ليه سلم؟ لان الذبابه ليس لها معدة كالانسان. ليس لها معدة. رب العباد لكي تهضم غذائها جعل كل الغدد اللي بتفرز العصارات اللي بتهضم الاكل في خارج جسمها. لحظه ما تقع على طعامك تفرز كل العصارات، فتحول السكر او التفاح او اي طعام قدامك للعصاره التي تشبه القيء عندك. ماده سائله جديده اسم امتصاصها. لو اجتمع اهل الارض جميعا يستطيع ردها لاصلها؟ استحالة. استحالة. وصلت إذا قال: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذ منه. الذباب؟ أي والله تحدى من الذباب. رحم الله جعفر الصادق. دخل يوما على خليفة المسلمين أبو جعفر المنصور. أبو جعفر المنصور كان يحكم دولة لا تغيب الشمس عنها. دولة المسلمين في هذا التوقيت كانت بتمتد خلنا من محيط الهادي شرقا، شرقا مش غربا. اللي أنت عليه غربا ده دولة المسلمين كانت توصل في شرق ثلث الصين الحالية، تركستان الشرقية ده كانت تسمى الدولة الإسلامية. للمحيط الأطلسي غربا. ومن سيبيريا شمالا والقطب الشمالي إلى القطب الجنوبي جنوبا. كل دي كانت دولة المسلمين لا تغيب الشمس عنها. هارون الرشيد بعد أبو جعفر المنصور كان إذا رأى سحابة تمر في بلاد المسلمين كلها شرقة وغربي. أينما تمطي سيأتي لخراجك. أي مكان يعجبك مضطرب، إذا كانت هتيجي. أبو جعفر المنصور يملك ملك تقريبا الشمس، جالس على عرشه وعمال يظبط يضبط سيارة ليستخدم بيها. فسلط الله عليه الذباب. قعد يتلعب، حط على وجهي الشاه تخبط له كل هدومه. يرجع يظبطها تاني، يرجع له تاني. جننته. دخل أنا أبو جعفر الصادق وهو عمال يهش في صباب الخالد معاه. فاستحيا من جعفر الصادق. فوجه له سؤال عجيب، قال: يا جعفر لما خلق الله الذباب؟ العلماء علماء اخواننا فاهمين والذكاء عجيب. يا جعفر لما خلق الله الذباب؟ قال: ليذل به الملوك. ليذل به الملوك. تحدانا بالذباب. اذل الملوك بالذباب. واضح المعنى؟ كيف
تحولت كل هذه الأطعمة لهذه العصارة، ثم بعد هذه العصارة تمر على الأمعاء تمتص منها كل مادة احتاجها الجسم. ما في عنصر فيها، العصارة دي بتفتت كل الأكل وترد العناصر الأولى، الحديد لوحده والمنجنيز لوحده والبوتاسيوم لوحده وكل والكالسيوم لوحده، وتأتي الخلايا والشعرات الموجودة في الأمعاء الرفيعة دي تمتص كل واحدة حديدها وتطلعها للدماغ لتحملها إلى مكانها في الجسم كله. من علمها هذا؟ من علمها هذا؟ من أعطاها هذه القوة؟ كل ده تحت مسمى ثم أنشأنا خلقنا آخر. تعال معي، عندك جلود أخرى غير كرات الدم الحمراء المسؤولة عن الشبكات؟ لا، جسمك ده كله ما الذي يؤمن؟ جلد. لا، ده رب العباد أوجد لك حواسات خارجية، الملائكة، وسماهم الحفظ. قال تعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. من اللي حفظك منه؟ وقال في أخرى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه. سماهم ايه؟ لغايه امتى الحفظه معنا؟ من الميلاد الى الممات معك الحفظه، انت بتنام وترفص براحتك هم بيحفظوك ويحموك. لحظه الممات ياتي الاذن، انصرف الحفظه وياتي القبر. اذا قال وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليك حفظه الى متى؟ قال: حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا القبضة وهم لا يفرد. يبقى لك حراسه خارجيه، حراسه داخليه. حراسه الداخليه دي المسؤول عنها البنكرياس، ربع من ارباعه مسؤول عن تكوين كرات الدم البيضاء، وطبعا في ربع مسؤول عن تنظيم السكر. انضعف البنكرياس يجي لك مرض السكر على طول. فهو المسؤول عن كرات الدم البيضاء دي مصدر الحماية للجسم كله، عبارة عن ايه؟ مليارات الجنود داخلك، كل كرة دم بيضاء عبارة عن جندي لا عمل له الا حماية جسمك. أعزك الله لو حدث أي أذى لجسمك، شك الدموس، الشكة دي كم تستغرق؟ جزء من جزء من الثانية، مش كده ليه؟ لحظة ما يحصل الشكة دي الجلد، ربنا جعل الأعصاب تدي الحس، يدي إشارة القلب فورا مع أي دماغ رايحة في جزء من 90 جزء في الثانية، في دقيقة واحدة فورا القلب يدي الأوامر بالبنكرياس: طلع الجيش وقيادة وجنود وقادة على أعلى مستوى. تتوجه ملايين الجنود لمكان شكة الدموس. لو الشكة قوية يتحولوا كل الجنود الاستشهاديين، ويضربوا هذا العدو الداخل في جسمك بكل ما أوتوا من قوة لغاية ما يدفعوه. ملايين القتلى بيموتوا في لحظة الدفاع. اللي إيه أحيانا يحصل لك إيه؟ حاجة بيسموها المدة، عارف المدة دي؟ الصديد ده الاستشهاديين اللي قتلوا في الدفاع عنك، ملايين وانت لا تشعر بشيء. الاشد لو غزا جسمك مكروه زي حصل كده، كورون فيروس، والكورونا عباره عن فيروس، الميكروب الفيروس دونه اقل منه كثير. الميكروب مخلوق وله دور في الحياه، تكاثر الناس. الفيروس عباره عن كيس جلد للآلة البشريه في حيره امامه،
هو ايه؟ مش عارفين. بيتكسر ازاي؟ ما اتكسرش في الهواء. يتكسرش الا داخل جسم الانسان. الله يرحمه الدكتور صلاح محمود قال احنا بحثنا في الفيروسات دي زهدنا لم نجد لها تفسير علمي قط. كيس في خليه حيه داخله لا نعرف عنها شيء، لكن خلاصه القول هذا الفيروس مخلوق تحدى الله البشريه. لو عايز يهلكنا في ثانيه سلط على الفيروسات دي دمرنا بالكامل بالكامل. مخلوق ما مش عارف يهلكنا، ولا اساس ولا فصل ولا بدايه ولا نهايه. فيروس مكروب هيدخل جسمك، تخيل بالله عليك الجسم دافع، كرات الدم البيضاء تدافع اثناء الدفاع الغزو استمر والفيروس دخل، تعمل ايه؟ تاخد عينات منه، الجسم ياخد عينات منه يقطعها يحرتها ينحتها وفورا يحولها للمعامل عندنا ويعمل عليها ادق التحاليل ليعمل لها اجسام مضاده اللي بنسميها احنا ايه؟ التطعيم. سلامات. مين اللي بيطعم؟ الجسم. ياتي باجسام مضاده يخترعها اختراع قد يكون فيروس اول مره يمسك جسم الانسان. يخترع له الماده المضاده اللي توقف حركته داخل الجسم. لما حصلت الكورونا الانسان وخاف بحالين كل البشريه فين امريكا وفين اوروبا وفين الصين وفين روسيا كله عاجز كده انتظرنا لما اجسام المصابين عملت الاجسام المضاده دي اخذوها منهم وعملوها دواء وسموه التطعيم. سلامات. هم اللي اخترعوه ولا من الجسم كان اختراعه؟ من الذي اعطى الجسم هذه القوه العجيبه جدا جدا جدا؟ اليس هذا خلق اخر غير النطفه والنطفه والعلقه؟ ثم انشانا انشاء خلقا اخر خلقا اخر مختلف تماما في مهامه في قواه في انوائه في احواله في حركته في ادارته باسم الانسان لحياه الانسان. تبارك الله احسن الخالقين. تبارك الله احسن الخالقين. تبارك سما في خلقه بس لا تبارك تعني معنى ايه؟ سمو الله في خلقه وسموه في تدبير الخلق. ازاي ادار الحركه كلها؟ لذا قال تعالى مصلحا معنى تبارك قال ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ست ايام ثم استوى العرش يغشي الليل النهار والنجوم حسيسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. لذا قال في سرير تبارك تعني تبارك في خلقه وتبارك في امره وتدبيره. عشان كده سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نعيش المعنى ده مع كل سجده لله. اللحظه تحط يدك في الارض تسبح الله بهذه المعنيين. لما نزل سوره الاعلى سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى يبقى ذكر نعمه الخلق والايجاد. والذي قدر فهدى ذكر نعمه الهدايه والارشاد الامر والتدبير. النبي قال تعالوا بسجدكم عشان في كل سجده تتذكر هذين. تقول سبحان من خلق الخلق وسبحان من دبر الامر. سبحان ربي الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. سبحان ربي الاعلى من له الخلق ومن له الامر. سبحانه في خلقه سبحانه في امره وتدبيره. وصل المعنى؟ الاشي خلاص؟ لسه ربع ساعة. ها؟ نحن لسه في اول ايه. لسه ربع ساعة الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى.
فتبارك الله أحسن الخلق. يبقى معنى تبارك المتبارك يعني تبارك في خلقه وتبارك في أمره وتدبيره. هنسبح يبقى سبح المدير، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. إذا ندرك في المعنى خطر جدا. فلما أقول ثم أنشأناه خلقا آخر دخلت جديد مختلف خالص. طب الأذان كانت حتة صغيرة قبل كده، إزاي شكل منها العبد الفقري؟ ها؟ وفقريات، وكل فقرية بشكل، لو اختلف شكلها لاختل ميزان جسمك. ها؟ واحدة لها عصفور، واحدة واخدة شكل دايرة، والدايرة لها شفة من تحت ومن فوق، لو اختلف أي ذرة في خلايا عظامك اختل جسمك. ها؟ وعظام تأخذ شكل العظم الفقري، وعظام تأخذ شكل الضلوع، وتأخذ شكل الحوض، كل ده بحتة العظم الأولى. يا إخوانا تصور، أليس هذا خلق آخر؟ من الذي أبدعه؟ من الذي أنشأه؟ اسأل أنفسك. لما يقول يا الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك، هذه التسوى العجيبة الرهيبة، فعدلك وفي قراءة فعدلك، جعلك في هيئة تختلف عن كل خلق، عن كل خلق. ده الكلام اللي يقول فيه وانا ده احنا بنوصل في ماديات الجسم، ده في الجسم شبكات مش شبكة، غير شبكة الدماغ، عندك شبكة الأعصاب اللي بتمشي كل حاجة في جسمك. كم عصب في جسمك؟ تخيل لو عصب اتكشف بس في جسمك، تعرف تنام؟ تعرف تقوم؟ تعرف تاكل؟ تعرف تشرب؟ عصب بس يتكشف، يأتي عليه الماء ستموت من هذا البلاء. فما بالك البعض طعام عصب. كيف لو شد منك عصب؟ عصب واحد انشل هتلاقي جسمك اتشل. وفي ناس بتصلي كده فتلاقي مره واحده ايه اللي رجلك اتشل؟ ما في حركه، عصب مات. بل في اعصاب الأطباء لما حلوا فيها الأني في أعصاب منتظمة موجودة، هتلاقي مثلا في داخل العمود الفقري في أعصاب معينة ماشية مع الفقري الفقري الفقري، لو فقرية بس بين الفقرية الفقرية حتة عضلة لحمة، لو لحمت واحدة في واحدة تلاقي العصب اتضغط هتموت من الألم. ألم رهيبة جدا. هو حائل، احنا اللي حائلين مش هو اللي حائل، هو يعمل بأمر ربه. الانسان هو اللي حائل لانه لا يعرف له وجه. الا يحيرنا هذا الخلق؟ الكلمه في ايه؟ في تركيبه الاظام حتى الدماغ، تقسيم الجسم. ليه ربنا ارسلنا بهذا الرسم؟ ليه خلى عند يعني ساقيك فخاد ضخمة، ها؟ اللي انت بتشوفه في في البقرة وفي العجل اللي بيسموها الموزة، عارفين الموزة؟ الناس بتحب تجيب الموزة، الموزة هنا في الفخذ، والموزة في سمنت البيت. الأطباء حاولوا، القلب بيضخ الدماء لأعلى الأسفل، لأعلى المخ، أوسع الشرير راح المخ وأضيق الراحة الاثنين. طب الضخة رايحة وهي راجعة، ازاي الدماغ تطلع من تحت لفوق؟ القلب يسحب، طب تتحمل دي من اصبع رجلك؟ رب العباد أعطى هذه السمانات قوة تبقى وسائل زي ده، وسمى ايه؟
الجماعة بتوع الري يقول لك ايه عايزين نعمل مضخة رفع. ايه مضخة رفع؟ عايزين نرفع المية من مكان واطي منخفض لمكان مرتفع. مضخات الرفع في هذه العضلات. الدماء نزلت تديها دفعة تطلع الفخدة، الفخدة تديها دفعة تطلعها القلب. شيء عجيب. ما في مخلوق فيك إلا وله مهام علمها من علمها وجهلها من جهلها. وجهل من هذه المهام لا فيه. إحنا الجهل. ترتيب رباني عجيب في كل ذرة فيك، في كل شعرة في جسمك، بحكمة الرب أراده. ولذلك تعجب الشعر كل شعر. طب ليه شعر راسك بيطول وشعر رمش عينك ما بيطولش؟ ها ما ده شعر ده شعر. طب لو طب الشعر ورمش عينك هيحصل لك ايه؟ هتشوف كل سنة طيب. يخبرنا كل خلية كل ذرة في جسمك في ترتيب ربنا عجيب جدا. خلايا جسمك اللي بتستهلك دي بتديك الطاقة والحركة في اليوم الواحد تموت ملايين الخلايا اللي بتعطيك الطاقة والقدرة على الحركة. ملايين الخلايا. أنت نفسك لو لم تغتسل يومين ثلاثة وحركت إصبعك على أي رواجب مناطق مثلثه زي هذه حرك صبعك تلاقي طلع لك فيها مخلوقات بيضة كده نسميها الدرن. الدرن ده عبارة عن خلايا ميتة. كل يوم آلاف الخلايا من الخلايا في جسمك تموت وترفض. خلي بالك دي خلايا حية وكانت يوما جزءا منك. يوم القيامة كل الخلايا اللي ماتت دي وراحت في الحمامات سيجمعها الله على وجهك مرة أخرى. هيجيبها. راحت فين؟ في الحمام، في الأرض، في الزبالة هيجمعها. بعضها نزل في كندا، بعضها نزل في الشرق الأوسط هيجمعها. أظفارك كم ظفر خص حياتك؟ اللي بيموت يبرد وتلاقي تحتيه الدماء شغال أحمر زي الفل. اللي مات هتلاقيه بيبيض بقى اللون مختلف خالص بالقص لانه اذى. ها كم ظفر خصصت في حياتك؟ اين اظفارك التي خصصتها؟ النبي عملها معامله الموت وسن لنا دفنها كما يدفن الموت. كم واحد يدفنها؟ احنا في الضياع. شعرك اللي بتقص مات وقص. كل شعرك القص هو أجزاء منك ستجمع عليك المكان. يعني شعرك القص أظفارك القصة مليارات الخلايا التي ماتت كل هذا سيجمع عليك المكان ويحشر معك. لذا قال تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ولذلك مش هتطلع من جسمك. انت بالنسبة للخلق سفروت حاجة صغيرة كده. لا أهل الجنة حياتي يوم القيامة في حجم كام؟ في طول آدم. يعني عزك الله ربنا كرم ربنا الجنة هيبقى طولنا كام؟ 60 ذراع يعني 36 متر. يعني عمارة برج ارتفاعها 12 دور 12 دور. يعني سيادتك هتيجي بهذا الحجم. طب ده المؤمن. الكافر إذا كان عند المؤمن خلايا بتموت يعني بكمية معينة الكافر هتلاقي أضعافها. ليه؟ المؤمن بياكل معدة. طب الكافر بياكل بسبعة. واللي بياكل ده بيتحول لغذاء وعمال يستهلك في خلايا جسمه وبتموت تروح في الارض. ها انت بتستحمى على الاقل تنظف تستهلك حاجه اخر نتائج. نسال الله العافيه والعافيه. تخيل خلايا جسمه كل اللي ستطلع عليه يبقى حجمه قد ايه؟ النبي يوصف كما جاء في صحيح مسلم قال يعظم اهل النار في النار حتى ان ما بين شحمه اذن احدهم وعاتقه مسيرة 70 يوما. المسافة دي تبقى مسيرة كام؟ 70 يوما. وحتى ان غلظ جلد احدهم سك جلده مسيرة 3 ايام. وحتى ان ضرس احدهم مثل جبل احد. عشان نسمع الآية كلما نضجت جلودهم. لو جلود الضعيفة دي النار تاكلها في ثواني. لكن لو سكها
مسيرة 3 أيام النار تاخذ وقت قبل ما تدلكها، ربنا طلع غيرها. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غير ذوق العذاب. عجيب. وحتى ان ضرس احدهم مثل جبل احد وزاد مثل ثلاثه، وحتى ان مقعده احدهم عرض دبرهم اسفل مثل ما بين مكه والمدينه. يبقى كم كيلو؟ 500 كيلو. وصلت؟ تخيل هيحصل بهذا الحجم. وتصبح الشمس فوق راسه بمسافه ميل. ميل واحد. بعد ان تسود الشمس تتحول من لهب لوهد بقدر اسود. حرها 3 مرات ميل. يحشر الناس يوم القيامه عصير واحد فتلم الشمس بروسه مسافه ميل. المهم يقول والميل عند العرب انه استعملان. الميل المكاني 1600 متر. والميل المرد المكحولة، المسمار اللي بتدخله في المكحولة حتى نسحب منها الكحل. طول المسمار كام؟ 4 أصابع، 4 سم، أبدأ 4 سم. يقول ابن القرطبي: وجمعا بين عينين فأبعد الناس عن الشمس يومها بينه وبين الشمس 1600 متر. وأقربهم منها بينه وبين كام؟ 4 سم، والناس بين هذين. مع قرب الشمس المخلوق الضخم ده يتسبب عرقا يسيح، فمنهم من يغطي العرق كعبين، ومنهم من يغطي العرق متين، ومنهم من يغطي العرق منتصفه، ومنهم من يلجمه العرق. ويتمنى الناس انذاك ان يصرفوا ولو الى جهنم من هول ذلك الموقف 70 عاما على هذه الحاله لا تضربوا اليه من شده الغضب. تخيل الخلق اللي خلقه ده كله ودبر له الامر كله، كلهم اغتروا به الا قليل. كم واحد سلم؟ نسبه تناسب، نسبه كم اللي سلموا؟ ثبت الحديث الصحيح. قال صلى الله عليه وسلم: ينادي الله ادم القيامه ابو البشر يقول: اخرج يا ادم، اخرج من ذريتك بعث النار، نصيب جهنم اللي اضلتهم الشياطين واغتروا برب العالمين. كم واحد؟ يقول: كم يا ربي؟ يقول: من كل 1999. الصحابة بكروا. إذا كان الناجي واحد في 1000، تخيل رب العباد اللي خلق هذا الخلق وأتقنه وأبدعه وأنعم على عباده يأتوه يوم القيامة كلهم كفار به إلا واحد في 1000. ألا يغضب الرب؟ يتركهم في العدد ده 70 عاما لا ينظر إليهم، لا يستحق نظر منه. الواحد في الأفرق من السسنين مظل مظل يا مظل مظل، الباقي كله في هذا العذاب. كم أضلت الآباء لسابرس الإنس والجن منه؟ 999,000، يعني نسبة كم في المئة؟ 99.9%. يعني اعزكم الله لو ابليس ترشح الان في الكره الارضيه انتخابات ياخد كام؟ 99.9%. النسبه اللي عشقها كل النبالسه. وصلت الرساله؟ ندرك. فلما يقول: يا ايها الانسان، هذا هو الرب الحريص على خلقه ينبه ويذكر حتى نعود اليه ونفيق قبل فوات الاوان وانقضاء الاجال. يا ايها الانسان، ما غرك بربك الكريم؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون الدين. او بعد هذا البيان تكذب بالله ولقائه؟ الوقت انتهى، مضطر اكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خير معكم، واسال الله تعالى ان يرزق دماءكم حقيقه الايمان. امين. اللهم ارزقنا الاله الحق حقيقه الايمان وحسن التوكل عليك. اللهم رطب قلوبنا والسنتنا بذكرك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا لك ذكرين.
لك شكلين، لك رضوعين، لك رقابين، إليك منيبين مقبتين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبب نهتدى. اللهم سلم قلوبنا من قلوبنا طهر قلوبنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. نسألك قلبا سليما، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. نسألك خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسامحوني الوقت انتهى، احنا اتكلمنا بس في الجانب المادي للجسم، وإلا في الجانب المعنوي يحتاج لمحاضرة خاصة. أكتفي بهذا القدر. السلام عليكم.